اليوم صباحا زيارتنا إلى مديرية شرطة الفلوجة، وكان باستقبالنا السيد محافظ الأنبار والأخوان أستاذ النواب والأخ خالد عمليات الأنبار وقاشط الأنبار. هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع على استعدادات مديرية شرطة الفلوجة لاستلام المسؤولية الأمنية من قيادة عمليات الأنبار. هذه المسؤولية راح تكون ضمن مراكز المدن، يعني مراكز المدن في الفلوجة وفي القرمة والصقلاوية وعمرية الفلوجة. وبالتأكيد استلام المسؤولية الأمنية بإدارة أمنية شرطوية راح يختلف عن المسؤولية عندما تقود قيادة عمليات الأنبار. استمعنا إلى عرض مفصل من قبل مدير شرطة الفلوجة واحتياجاته وكل التفاصيل اللي يحتاجها لتنفيذ مهمته، ووعزنا بتلبيتها.